مهند بدك تروح البيت؟ بعد شوي. شوفي عدنان لغى الاجتماع اللي بعد الظهر، قلت لحالي بيجي معك إذا بتحب تروح على البيت. بصير. إذا بدك تروح على شي محل تاني ما في مشكلة. لا لا بدي روح على البيت. إذا هيك خلينا نروح. المساء رح أسهر عندكم، اشتقت للولاد كتير. بلشت الحفلة تأخرنا عليها. آه بشير كأنك تعبان من الشغل. لا عم ارتاح. تعال شوف شو جايبة معي. تعال أخذت الفيزا. نحن أجينا. شو صار معكم؟ أخذنا الفيزا. إن شاء الله ألف مبروك. فرجيني. صورتك مو طالعة حلوة، الطباعة سيئة. بشير شوف. ألف مبروك. بعدي سهيلة تعبت بدي أقعد. كان في زحمة هني؟ لا تسأليني عن الزحمة أبداً. مبروك، تروحي وترجعي بالسلامة. كم شهر عطوكي؟ ستة، بس رح ضل أسبوع وأرجع. لو كنت محلك بضل لآخر يوم هنيك، ليش لا ترجعي بسرعة؟ لأنه هيك بدي. يلا يا عم جميلة، خليني أشرب قهوة من تحت إيديك الحلوين. إيه مو على عيني. يلا بنتي روحي ضبي جوازك بغرفتك مشان ما يصير له شي هون. ماشي. ماما شوفي، هالفيزا مو لمرة واحدة، في هون حرف النون، بقدر روح وإجي قد ما بدي خلال ست شهور. يعطيكم العافية. تفضلي يا خانم. تأمري بشي يا خانم؟ هلأ ما بدي شي. المسا بيسان خانم رح تكون على العشاء، عملوا حسابكم بالأكل. على راسي يا خانم. شو هاي أخذتي الفيزا؟ إيه أخذتها. ألف مبروك. شكراً إليك. يعطيكم العافية. شوفي سمر خانم كانت اليوم عصبة شوي. أكلتي بهدلة؟ إيه ما في بقلبها شي، يوم هيك ويوم هيك طنشوا.
الله معك حبيبي. نهاد ما رح يقدر يجي، عنده الشغل. يي ليش هيك عم يعمل؟ شغل شو هلا؟ رح اقول له لعدنان ما يضغط عليه لهي الدرجة. الشغل ما إله علاقة. نهاد مو حابب يكون نفس المكان مع مهند. بتعرفي مهند بتحركش فيه كتير. نهاد متضايق كتير من هالشي، وأحيانا عم تتحرك الغيرة عنده، منشان هيك ما أصريت عليه كتير. بس رح يمرق بالليل ياخدني. مثل ما بده. ألو. نعم. مرحبا بابا. أهلين. عندك شي المساء؟ ليش؟ ابنك صار شريك بشركة زياكيل. شو عم بتقول؟ أخيرا حصلت على هالشي؟ ايه. ممتاز، لازم نحتفل بهالخبر. رح أجي على البيت. ماشي، وأمك كتير رح تنبسط. بيسان رح تكون ببيت عدنان بيك، رح أجي لوحدي. عم ننتظرك. المساء بشوفك. ماشي، لا تتأخر علي. شكراً عمدو، لا تصبي لي من هاد. عم تعمل رجيم. مبين عليكي. عن جد عم تحكي؟ شكراً إلك.